السلام عليكم. إذا هذا تصحيح التمارين الداعمة التي أنجزتم من قبل، تابعوا معي. التمرين الأول، ما هي المسافة التي يقطعها قطار بسرعة 90 كيلومتر في الساعة في مدة 1 ساعة و45 دقيقة؟ إذا هنا من بين المعطيات لدينا السرعة والمدة المطلوب وحساب المسافة. إذا في تمارين السرعة المتوسطة يعطونا في المعطيات عنصرين ونبحث عن العنصر الثالث، أي المسافة أو المدة أو السرعة المتوسطة. إذا في هذا التمرين سنبحث عن المسافة، لدينا السرعة ولدينا المدة، سنبحث عن المسافة. لذلك العادة نستعمل جدول التناسبية لأن هذا درس من دروس التناسبية، إذا نستعمل العلاقة الثلاثية. في هذا الجدول في هذه الخانة دائما نكتب 60 دقيقة. لماذا؟ لأن هنا المدة فهي بالساعات والدقائق. إذا سنستعمل الجدول الثاني، أي الحالة الثانية إذا كانت المدة بالساعات، وبالتالي سنستعمل جدول 60 دقيقة. إذا في هذه الخانة دائما نكتب 60 دقيقة، ثم الخانة المجاورة لها هنا نضع السرعة المتوسطة، هنا نضع المسافة، وهنا نضع المدة. إذا هنا 60، هنا السرعة، هنا المسافة، هنا المدة. نضع 3 عناصر ونبحث عن العنصر الرابع. إذا هنا نحسب المدة الزمنية، يجب أن نحول الساعات إلى الدقائق لأن هنا المدة بالساعات وبالدقائق، ويجب أن تكون المدة يا إما بالساعات يا إما بالدقائق. إذا الطريقة هي كالتالي، 1 ساعة و45 دقيقة تساوي 1 في 60. كيف نحول الساعات إلى الدقائق؟ نضرب عدد الساعات في 60، لأن ساعة واحدة تساوي 60 دقيقة. إذا نضرب عدد الساعات في 60، إذا كانت ساعة واحدة نضرب 1 في 60، كانت 3 ساعات نضرب 3 في 60، وهكذا. إذا في هذه الحالة لدينا 1 ساعة و45، إذا نضرب 1 في 60 ثم نضيف إليها 45 دقيقة، إذا المجموع هو 105. ثم نكتب هنا 90 كيلومتر لأن هنا خانة السرعة، ثم هنا نضع 105 دقائق خانة المدة الزمنية. إذا دائما في جدول العلاقة الثلاثية يجب أن تكون هنا الوحدات نفسها في هاتين الخانتين. إذا هنا لدينا الدقائق، كذلك هنا يجب أن تكون المدة بالدقائق، هنا المسافة بالكيلومتر، إذا هنا يجب أن تكون كذلك المسافة بالكيلومتر. إذا هنا المطلوب هو حساب المسافة. إذا الطريقة كالعادة لحساب العنصر الرابع في العلاقة الثلاثية، نضرب العددين المتقابلين ونقسم على العدد الثالث. إذا 90 في 105 ونقسم على 60، 9450 ونتيجة عملية الضرب نقسم على 60 تساوي 157.5 كيلومتر. إذا هذه هي المسافة المطلوبة أو المسافة التي قطعها هذا القطار. إذا هذا هو الجواب على السؤال. نمر الآن إلى التمرين الثاني. قطع دراجي مسافة 30 كيلومتر في مدة 1 ساعة و15 دقيقة، ما هي سرعته المتوسطة؟ إذا هنا في المعطيات لدينا المسافة، مسافة 30 كيلومتر، مدة 1 ساعة و15 دقيقة. ماذا سنحسب أو ما هو المطلوب؟ حساب السرعة المتوسطة. إذا أول شيء نقوم به هو تحويل الساعات إلى الدقائق، يجب أن تكون لدينا المدة بالدقائق لأن لدينا 1 ساعة و15 دقيقة، نحول إلى هذه المدة إلى الدقائق. كالعادة 1 ساعة و15 دقيقة تساوي 1 في 60، إذا نضرب عدد الساعات في 60، لدينا 1 نضرب في 1، 1 في 60 زائد 15 تساوي 60 زائد 15 تساوي 75 دقيقة. بعد ذلك نرسم جدول القاعدة الثلاثية. الخانة كذلك دائما هنا 60، نضع في هذه الخانة 60 دقيقة، ثم نضع المسافة 30 كيلومتر في مكانها الخاص، المدة في مكانها الخاص 75 دقيقة، المطلوب هو حساب السرعة. وبالتالي نستعمل طريقة العلاقة الثلاثية، 30 في 60 عدد المتقابلون متقابلان ونقسم على 75 تساوي 1800 مقسومة على 75 تساوي 24 كيلومتر في الساعة. إذا هنا السرعة المتوسطة لهذا الدراجي هي
24 كيلومتر في الساعة. فلننظر إلى التمرين الثالث، قطع قطار مسافة 175 كيلومتر بسرعة 75 كيلومتر في الساعة. إذن هو ماذا لدينا؟ لدينا المسافة ولدينا السرعة، ما هو المطلوب؟ حساب المدة. إذا حساب المدة نستعمل جدول علاقة ثلاثية خانة 60. إذا نرسم دائما الجدول ونكتب في هذه الخانة 60 دقيقة. المعطيات هي كالتالي: المسافة نضعها في مكانها الخاص، عفوا السرعة نكتبها في مكانها الخاص 75 كيلومتر، ثم المسافة 175 كيلومتر نضعها كذلك في مكانها الخاص. المطلوب هو حساب المدة. إذا طريقة العلاقة الثلاثية: 175 في 60 ونقسم على 75 تساوي 10500 مقسوم على 75 تساوي 140. المطلوب حساب ماذا؟ حساب المدة، والمدة يجب أن تكون بالدقائق، لأن هنا الجدول 60 دقيقة. إذا هنا هاتان الخانتان يجب أن تكون بالدقائق، إذا 140 دقيقة، لأن ماذا؟ لأنها المدة، حساب المدة. إذا هنا المدة بالدقائق، ماذا سنفعل؟ هنا المدة لا تكون بالدقائق عادة، يجب أن نحول إلى الساعات والدقائق. إذا 140 دقيقة تساوي ساعتان وعشرون دقيقة. لماذا؟ لأن إذا قمنا بقسمة 140 دقيقة على 60 سنحصل على ساعتان. ساعتان هي 120 دقيقة، 2 في 60 تساوي 120 زائد 20 تساوي 140، إذا ساعتان وعشرون دقيقة، وبالتالي المدة التي استغرقها القطار هي ساعتان وعشرون دقيقة. إذا دمتم في رعاية الله.